محمد الشاعر المدير التنفيذي للتكنولوجيا مهندس الكترونيات. في هذا اليوم طبعا احب ابارك لجميع المهندسين في هذا المجال اللي هم دائما رعاة الابتكار ودائما اللي يبدون في خلق افاق جديده في نطاق الهندسه وفي تطوير الامور الهندسيه المتعلقه بالتكنولوجيا والتكنولوجيا الحديثه بما يساهم بخلق اجواء جديده واجواء مبتكره لجميع نقدر نقول الانسانيه بما يساعدهم على تطوير افاقهم واستمراريه الابتكار بما يخدم الانسان بما يخدم المجتمع ودائما يعتبرون هم اللي يضيفون بصمات تطويريه وحديثه في هذا المجال. احمد عبد الشافي مهندس ميكانيك. في يوم العالمي للمهندسين احب اشكر كل زملائي المهندسين واقول لهم شكرا على كل ما بذلتموه من جهد للارتقاء بالحياه البشريه والحفاظ على البيئه. شكرا لكم جميعا. المهندسه منى الحاج اسعد بكالوريوس هندسه صناعيه. بمناسبه يوم المهندس العالمي بحب اعبر عن اعتزازي وفخري بهاي المهنه النبيله اللي بتساهم في جعل العالم افضل وتعتبر القوه الدافعه في كل تحسين وتطوير وبناء. وبمناسبه هذا اليوم ايضا بحب اعبر عن شكري وامتناني وتقديري لكافه زملائنا المهندسين اللي بيساهموا دائما في جعل هذا العالم افضل للجميع.